معقولة مش هشوف أي حد منهم تاني؟ حكيم! أهلا يا حكيم! أنا بإني سامع أصواتهم شكل كده. دخلت في حالة نفسية وحشة بتخلينا تخيل وجودهم حواليا تاني. أهلا يا حكيم! أهلا جينا! أنتوا لسه عايشين بجد؟ ما ينفعش تسأل السؤال ده وإحنا موجودين، عشان المحمية لها أبطال بيحموها. أنا كده غيرت كلمة السر للبوابة، شارك مش هيقدر يدخل أو يهوب ناحية المحمية تاني أبداً. أتمنى ما يلاقيش طريقة تانية للدخول. مهما يعمل هيلاقينا دايماً واقفين قصاده. أبطال المحمية! صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا حبايبي. انت ليه جدو قاعد لوحدك هنا؟ انا بتأمل جمال الطبيعة. يا ترى شايفين ألوان السما حلوة ازاي مع موج البحر؟ والطيور موجودة في كل مكان وعلى الشجر، وتناسق الألوان البديع. يا سبحان الله! معك حق يا جدو، عمري ما حسيت بجمال الطبيعة إلا لما جيت هنا المحمية. المحمية يا حبايبي هي المكان اللي مش مسموح فيه للإنسان بتخربها. الطبيعة الجميلة دي يا ولاد محمية هنا بشكل كامل، عشان كده بتكون كل حاجة محتفظة بجمالها الطبيعي الفطري. ياريت الإنسان يسيب الطبيعة في حالها زي ما هي كده وما يخربهاش. دي أمنية كل شخص بيحب الطبيعة ونفسه يعيش في عالم صحي، وإحنا هنا في المحمية وفي كل المحميات اللي موجودة في العالم بنحاول نحافظ على البيئة وعلى التنوع البيولوجي. طب هو يعني إيه التنوع البيولوجي يا جدو؟ التنوع البيولوجي يا حمزة معناها إن كل الكائنات الحية تعيش مع بعض في تناسق، وكأن العالم كله شبكة واحدة مترابطة من غير ما حد يتدخل ويشوه الطبيعة. والتنوع البيولوجي ده حاجة مهمة يا جدو ولازم نحافظ عليها. ولو انقرض كائن حي منهم ده ممكن يأثر على حياة الباقيين؟ ها؟ أكيد أي تغيير أو انقراض في عناصر الطبيعة اللي حوالينا بيأثر على نظام الحياة كلها، وده ممكن يوصل لنتائج مضرة وسلبية بتأثر على كل الكائنات الحية، وطبعاً أولها الإنسان.
يبقى نفهم إنه عشان كده لازم نحافظ على التنوع البيولوجي وإننا نحمي الكائنات المهددة بالانقراض. كلامك مظبوط يا فرح. طب وهو فعلاً في كائنات بحرية ممكن تنقرض؟ للأسف يا حمزة، هتلاقي في كائنات بحرية كتيرة انقرضت أو لسه مهددة. ينفع تقول لنا يا جدو مثال على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض؟ بعض أنواع السلاحف المائية مهددة بالانقراض، وتعالب المية، وعجل البحر، وسمكة التونة اللي عندها الزعنفة الزرقاء، والحوت الأزرق. أنا سمعت إن الحوت الأزرق هو أكبر كائن عايش على وجه الأرض. فعلاً يا حمزة، أنت عندك حق. الحوت الأزرق يا ابني ممكن يوصل طوله حوالي 30 متر، وممكن يوصل وزنه 170 طن تقريباً. ده ضخم جداً جداً يا جدو. فعلاً. وإزاي كائن ضخم وكبير بالشكل ده يكون مهدد بالانقراض يا جدو؟ علشان عمليات الصيد اللي بيتعرض ليها. أنا حاسة يا جدو إن دايماً الإنسان بيبقى وراء أي خلل بيحصل في الطبيعة. للأسف هو ده اللي بيحصل يا فرح. ها؟ إيه الصوت ده؟ ده بينه صوت كائن بيتوجع، بس الصوت عالي جدا وضخم. متهيألي ان الصوت جاي من الاتجاه ده. يا نهار ابيض، ده ايه المخلوق الضخم ده؟ لما احاول اقرب منه شويه يمكن افهم. ايه ده؟ مش ممكن، ده طلع حوت ازرق. ازيك يا صاحبي يا ضخم، طمني عليك. مالك يا صاحبي، احكيلي مكتئب ليه؟ يا عيني، ده انت مسكين، واضح ان في حد نشك سهم في ديلك. اكيد في حد من الصيادين المؤذيين بيحاول يصطادك، عشان كده واقف ومش عارف تحرك ديلك بسبب السهم ده. عشان كده انت متضايق، قلبي معاك. مسكتك اخيرا يا عم الحوت الازرق الضخم، ده انا هكسب من وراك فلوس متلتله بالهبل. هستنى لغايه اما تتعب على الاخر وبعدين هسحبك لبره. ده انا كده لازم ابلغ فرح وحمزه عشان يلحقوا يجوا ينقذوا الحوت قبل ما الشرير ده يصطاده او يأذيه. فرح، حمزة، أخيراً لقيتكم هنا. أنت بتدور علينا ليه دولفين؟ إيه اللي حصل؟ أنا لقيت حوت أزرق برا مية المحمية. حوت أزرق؟ وإيه الخطورة في كده؟ لا ده غلبان، مفيش خطورة منه، الخطورة عليه هو، فهموني. وإيه الخطر اللي ممكن يهدده؟ هو في غير نديم الصياد، باين إنه كان خارج يصطاد كده وبعدين ضربه بسهم، والمسكين دلوقتي متصاب في ديله وبقيت حالته صعبة جدا يا عيني، ومش عارف يقوم أصلا. بس صيد الحيتان ممنوع لأنها معرضة للانقراض، يبقى لازم نساعده بسرعة. بس يا ريت تتحركوا بسرعة يا حمزة، عشان لو الحوت ما قدرش يمسك نفسه أكتر من كده نديم ممكن ياخده ويسحبه برا المية. طيب ما تقلقش يا دولفين، هنتحرك حالا، يلا بينا بسرعة يا حمزة.
بيتهيألي الحوت دلوقتي تعب وقوته ضعفت، هحاول أسحابه. الحق، نديم بيحاول يسحب الحوت بره المحمية. عايزين نلاقي حل، لازم نخرج السهم من ديل الحوت. أول حاجة لازم نعملها إننا نربط الحبل ده بحاجة تانية عشان نقدر نخرج السهم من ديل الحوت. عندك حق، برافو عليك يا حمزة. ايه ده؟ ده تقيل جدا وما بيتحركش. دلوقتي لازم نخرج السهم ده من ديل الحوت. بس ده هيوجعه. انا هطبطب عليه وانت اسحب السهم. ماشي. عامل ايه يا حوت يا طيب؟ عارفة انك بتتوجع، بس احنا هنا عشان نخفف عنك الوجع ده. فاضل بس نسحب السهم ده من جسمك عشان تخف وترجع تعوم. انت خايف؟ ما تخافش يا صاحبي. طب عارف، انا مرة زمان كان في درس بيوجعني جدا وما بينيمنيش، وماما قالت لي ساعتها اننا لازم نروح لدكتور السنان. كنت خايفة قوي، بس ماما طلبت مني ان اتحمل واكون شجاعة عشان اقدر اخف بسرعة والتعب يروح. وفعلا رحت لدكتور السنان وكشف عليا وعالجني، وبعدها ما حسيتش بالألم. أنا بطلب منك إنك تكون شجاع عشان تخف من الوجع ده. يلا يا حمزة. الموضوع ده طلع صعب جدا. حاول مرة تانية يا حمزة. أنا بحاول. طلعت السهم، طلعته أخيرا. ترجمة